السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة وبركاته. الله يحفظك يا شيخ وينورك ويعلمنا ازاي على بيت رسول الله. حفظكم الله تعالى وحفظ أهل اليمن. الله يحفظنا جميعا إن شاء الله. إلهي آمين إن شاء الله. قصة تشيعي أستاذنا استلطفت القناة واقتنعت بالكلام وكل شيء، يعني غير عندنا تماما. ما هي المحاضرات التي تابعتيها أختي الكريمة؟ محاضرات للشيخ حفظه الله كثيرة، يعني كثيرة العطاء بما وهبه الله سبحانه وتعالى، والله يزيد علم. جزاكم الله خير الجزاء. نعم، بارك الله فيكم أختي، جزاكم الله خير الجزاء. إن شاء الله تعالى يلقنكم سماحة الشيخ الحبيب الشهادات الإسلامية الآن. تفضلوا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختنا الكريمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بك وثبتك الله على الإيمان والهدى وموالاة أوليائه الطاهرين والبراءة من أعدائهم. هنيئا لك يا رب. الله يستر على بركة الله تعالى. الله يبارك بكم. على بركة الله تعالى، قولي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لا شبيه له ولا نظير، وأنه لا شبيه له ولا نظير جل جلاله. جل جلاله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وسيد الخلق أجمعين. وسيد الخلق أجمعين. ومبرأ من كل عيب وشين. ومبرأ من كل عيب وشين. صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءهم المعصومين حجج الله. صلوات الله عليهم. صلوات الله عليهم. أبرأ إلى الله. أبرأ إلى الله. من أبي بكر وعمر وعثمان. من أبي بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة. في النار. النار وغزير جهنم وبئس المصير. ما شاء الله. صلوا على محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. ما شاء الله، بارك الله بك يا أختنا الكريمة. الجميع هنا يهنئك، أسأل الله تعالى أن تقر عينك بصحبة النبي الأكرم وعترته الطاهرة عليهم السلام في الجنة إن شاء الله. يا رب يا شيخ دعواتكم لنا.
إن شاء الله أجدد الدعاء لكم بإذنه تعالى، ونسألكم الدعاء كذلك. قلت يعني مقصرين يدعو لنا الشيخ يعني بالهداية إن شاء الله، لركوب السفينة، سفينة النجاة. نعم إن شاء الله، أدعو لهم إن شاء الله، أقر الله عينك بهدايتهم إن شاء الله. إن شاء الله. نشكركم. جزاك الله علما وعافية شيخ. جزاكم الله إن شاء الله تعالى، نشكركم ونهنئكم دخولكم وركوبكم سفينة النجاة الحمد وتصحيح إسلامكم في هذه الليالي المباركة.